This. This is orange. And this. This is banana. Yes, excellent. حبيبة قلب مامي والله. والله شطورة يا ناس شطورة. خرابي. يلا يا بسبس. ممكن نبتدي نعمل هوم وورك؟ اتفضلي. ايه الاخبار؟ بسبوستي عامله ايه في المذاكره؟ شطوره طالعه لباباها وقمر زي امها. حبيبي. طب انا هنزل ساعتين كده واجي. عاوزه حاجه؟ لا ميرسي يا حبيبي. هتتاخر؟ لا يعني مسافه الماتش. ماتش؟ قول انك مش عايز تتفرج عليه معايا. ما انت عارفه اهلي وزمالك هنتطلق فيعني وبعدين فرجه الكافيهات بقى غير يعني انت فاهمه. تمام. عشان ما تتوترش برضو. بصي هو الموضوع مش موضوع توتر. الصراحة مش متخيلة إحساسي بيبقى عامل إزاي لما أشمت في صحابي الأهلاوية لما نكسب. أحلى حاجة في الدنيا. ده بعينك. طب أنا جوزك على فكرة وما بنكسبش كتير فيعني مش هتصعب عليا على فكرة. مش هتصعب عليا خالص. خالص؟ خالص. رايح نشاهد بوسبوس. أوكي. بوسبوس أنت أهلاوية ولا زملكاوية؟ أنا زملكاوية زي بابي وأهلاوية زي مامي. بتطلع الديمقراطية. عموما اتمنى يعني ان الموضوع ده ما ياثرش على علاقتنا. لا خالص طبعا يا روحي. بس لو خسرنا النهارده ارجع ما الاقيكيش في البيت. يبقى اكيد هترجع مش هتلاقيني في البيت. يا حبيبتي ان شاء الله هرجع عليكي في البيت الموسم ده كله لمده 5 سنين قدام كمان. قولي يا رب. يا رب يا حبيبي بس انت بتحلم والله. والله يا بسبس يا روح قلب مامي انت. يا رب احفظ لي امي وبنتي وجوزي من اي مكروه او اي حاجه وحشه. يا رب انا ماليش غيرهم في الدنيا. احفظهم يا رب وبارك لي فيهم وفرحني بيهم دايما. يا رب استودعك كل شيء احبه واحفظه لي بحفظك يا رب. الو. ايوه يا صافي. ازيك انتي حبيبة ماما؟ فينك يا حبيبتي؟ ما شفتكيش النهارده ولا سمعت صوتك. معلش حقك عليا. كنت طالعه لك والله. بس بسنت كان عندها هوم ورك كتير اضطريت ان انا اقعد اعمله معاها. طيب يا حبيبتي انا بطمن عليكوا بس. عاملين ايه؟ الحمد لله بخير. لا مفيش. عمر نزل يتفرج على الماتش مع صحابه وبوسبوس نامت. كانت عايزه تطلع لك والله بس انا اللي قلت لها خليها لبكره. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة ماما. عقبال 100 سنة. وانتي طيبة يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدا. طيب يا حبيبتي مع ألف سلام. أي حبيبي وحشتني. الماتش لسه ما خلصش؟ خلص؟ لا اصلا انا ما شفتوش. قلت يعني عشان اليوم يعدي على خير. طب قولي انت قدامك كتير؟ اتحركت يعني؟ ايه ده بجد؟ وصلت؟ طيب انا جاهزه خلاص. عملت العشاء عشان ناكل مع بعض. يلا يا حبيبي باي. الاخبار تمام؟ يا سلام. ايه كل ده؟ تسلم ايدك.
كل ده فين بس بالهنا والشفا؟ انا ما عملتش حاجه ده ولا حاجه يعني، انا قلت حاجه خفيفه كده عشان اتعادلنا يعني. الحمد لله طلعنا حبايب. احنا طول عمرنا حبايب. على فكره ماما اتصلت وانت بره وبتسلم عليك. ياه انا مكسوف منها جدا، كذا مره والله بقى عاوز اكلمها واطلع لها بس ماليش وقت. استنى اكلمها دلوقتي ولا اقول لك خلاص اكل واطلع لها؟ لا لا تطلع فين، انت عارف ان ماما بتنام بدري، زمانها نامت طبعا، مش زيك غاويه سهر الصباح رباح. ايه ده دي ما شافتش الماتش يعني. كل كل يا عمر. بقول لك ايه، ايه انا عامل لك بكره مفاجاه هتعجبك قوي. بجد؟ ايه مفاجاه ايه؟ خلاص بقى خليها بكره. لا لا قول يا عمر. بطلي زن بقى هقول لك بكره. الله قول عشان خاطري بطل غلاسه بقى. الله عيد ميلاد مين بكره يا حبيبتي؟ فاكره ولا عامله مستعبطه ولا ايه؟ لا فاكره ومش عامله مستعبطه، مفيش حد يعني بينسى تاريخ ميلاده ولا تاريخ اول يوم اتقابلنا فيه ولا تاريخ عيد ميلاد حبيبي ولا تاريخ عيد ميلاد بسبس. دي اهم تواريخ في حياتي. ده ايه الحلاوه دي؟ طب اقول لك على حاجه، فاكره تاريخ خطوبتنا ولا لا؟ تاريخ خطوبتنا 5 يناير وتاريخ اول يوم اتقابلنا فيه 4/11 وتاريخ اول مره رحنا فيها سينما مع بعض 3/2 وتاريخ اول مره قلت لي بحبك 20/11 واول مره قلت لك انا بحبك 30/11 واول مره. عشر دقايق بس. عشر دقايق بس. طيب طيب هرجع لك تاني. بوس حبيب مامي. جود مورنينج. جود مورنينج مامي. روح قلب مامي انت. يلا قومي خشي التواليت على ما اجهز لك البريكفاست. نو نو انا عايزه انام. نو ايه بس وانام ايه؟ يلا يا بوس يلا بقى انام. ايه بس يا بوس يلا 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 خرابي.
صباح الفل حبيبي. انت اللي حبيبي. طب انا هسالك سؤال. اسال. بذمتك ينفع اصحى الصبح على الحلاوه دي واسيبها واروح رايح على الشغل؟ انا لو منك ما انزلش اصلا. بس كده انا اصلا بتلكك، هخش اغير حالا. بس بقى بطل. يلا عايزك تفطر بسرعه عشان تلحق توصل بوسبوس المدرسه وتروح شغل. حاضر يلا. ايه ده؟ انتي لبستي لوحدك؟ ايوه يا مامي، هو انا صغيره. خدي بقى عنيد. بس كده؟ عنايا الاثنين. حاضر تعالي كده. ايوه بقينا نلبس لوحدنا وبقينا شطار. وايه؟ انا حضرت لك خلاص الفطار وجاهز، اتفضلي بقى حضرتك عشان تفطري. يلا لا يا مامي هلبس الشوز بس الاول. وي طب انا هلبسها لك. لا يا مامي وانا صغيره برضو. ماشي البسيها وتعالي. بحبه يا ناس. يا لهوي اكيد مش قدي، ما تحاوليش. احط لك ايه تاني؟ بصي يا حبيبتي انا باكله. بص فين امال كل ده؟ بتلبس مش عايزاني انا اللي البسها. يا بص يلا حبيبتي عشان ما اتاخرش. يروح قلب بابي انت. الحلاوه دي والحلاوه دي، ربنا يخليكوا ليا يا رب. روح قلب مامي. خرابي خرابي على الحلاوه. يلا يلا حبيبتي عشان تاكل. كورن فليكس جاهز اهو. طب خد دي عشان خاطري. والله ما قادر عشان خاطري. طيب حاضر. بقول لك هتتاخر النهارده؟ لا روح زي كل يوم، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ما وريش غيري. عاقل عاقل، ربنا يحميك يا رب. والله مش ورايا ست الكل، لازم ابقى عاقل. حبيبي. ايه يا حبيبتي ما بتاكليش ليه؟ الحمد لله ما مش بقى. شبعتي انت؟ لحقتي تاكلي حاجه؟ الحمد لله. ايه ده؟ طب خلاص يا حبيبتي يلا عشان ما تاخرش على المدرسه. خلاص ايه؟ انتوا ما اكلتوش حاجه. الحمد لله يا حبيبتي. حلو قوي كده. انت شايفه الساعه بعد كام؟ يا دوبك الحق اوصلها واروح على البنك. يلا تعالي يا حبيبتي. بيسي. بالراحة. أيوة استني شعرك. هاتي بوس. خرابي روح قلب مامي أنا يا ناس. يا لا إله إلا الله يا حبيبتي. سيدنا محمد رسول الله. مش عاوزة أي حاجة؟ عايز سلامتك، خلي بالك من نفسك. حاضر هتوحشيني. وأنت كمان أول ما توصل كلمني طمني. ها كالعادة أنت عارفة يعني أنا حافظ. بوس تاكلي السندوتشات اللي في الشنطة كلها، فاهمة ولا لأ؟ أوكي. يلا باي. باي باي يا روحي. باي يا حبيبي. عمر. ايه يا حبيبتي؟ هتوحشني. وانتي كمان قوي 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 حبيبي. باي باي. باي. يا رب يا رب احميهم يا رب. ربنا يخليكوا ليا. كويسة حبيبتي؟ أكيد مامي كانت بتطمن عليا. سبتلك؟ لا يا حبيبتي. ألو. أي يا عمر أنتوا كويسين؟ إحنا كويسين الحمد لله، مفيش حاجة، ما تقلقيش نفسك بقى. طب الحمد لله. البنت كويسة ما فيهاش حاجة؟ خدي بص معاكي يا مسك. إحنا كويسين ما تقلقيش. بحبك أوي. خدي بابي معاكي أهو. يا حبيبتي. الحمد لله. طب خلي بالك من نفسك ولما توصل البنك طمني. طيب خلاص حاصل واكلمك. يلا باي باي. يلا يا ماما. صباح الفل يا حبيبتي، عامله ايه؟
أنا كويسة الحمد لله. أنتي عاملة إيه؟ طب الحمد لله. بقول لك يا حبيبتي، أنا هنزل أشتري شوية حاجات للبيت، في حاجة ناقصاكي أجيب لك حاجة معايا؟ لا أصل أنا زهقانة، فقلت أنزل شوية كده على ما بوسبوس وعمر يرجعوا. تمام، قولي لي بس إيه اللي ناقصك؟ مربة إيه بس يا ماما؟ مربى ازاي يعني؟ ما السكر هيعلى عليكي، احنا مش قلنا بلاش الحاجات دي؟ ماشي حاضر. طيب عايزه حاجه تانية؟ من عينيا يا حبيبتي. حاضر، خلي بالك من نفسك. لا لا مش هتاخر، اول ما ارجع هطلع لك على طول. ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ثواني والأكل هيكون جاهز، على ما تغير هدومك. خدي وقتك يا روحي. حبيبي. إيه ده؟ أنت لسه واقف؟ ما غيرتش هدومك ليه؟ طيب حاضر هروح أهو. إيه مالك؟ إيه ده؟ مالك مش على بعضك ليه؟ مش على بعضي فين بس؟ جعان بس، حطي الأكل على الصفة عشان أنا جعان. جعان، مش مريحني يا عمر. يا سلام. انت اكيد بتهزر. عربية يا عمر؟ ده كتير قوي يا حبيبي، كتير قوي يا روح قلبي. مفيش اي حاجة تكتر عليك. معقولة كده؟ معقولة يا عمر؟ ده كتير والله العظيم. لو طول اجيب لك الدنيا بحالها مش هتغلى عليك حبيبي. بس يا رب بقى تعجبك. اكيد هتعجبني طبعا يعني، بعدين انت طول عمرك ذوقك حلو ولا ايه؟ طبعا ذوقي حلو. مش متجوزك؟ حبيبي انت حبيبي بجد، مبسوطة قوي. ربنا يخليك لي. ويخليك لي يا حبيبتي. تسلم ايدك صوفي. اتفضل. بصراحة يعني مش عارف اقول لك ايه. انا مبسوط جدا ان انت وافقتي ان احنا نقعد مع بعض ونشرب حاجة. ايه؟ ايه؟ الدنيا عاملة معاك ايه؟ الحمد لله كويسة تمام. كبرت يا شادي؟ اه طبعا، احنا اخر مرة تقابلنا فيها من اكتر من 10 سنين. شفتي الدنيا؟ الشلة كلها اتفرقت. معلش كل واحد بياخد نصيبه.
وبقولك انا لازم امشي دلوقتي. لا 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 تمشي ايه؟ ده انا ما صدقت ان انت توافقي يعني تقعدي معايا، احنا ما كملناش 3 دقايق. معلش انا لازم اروح، مش عايزه اتاخر. لا تتاخر يعني انت ساكنه بعيد؟ لا بيتي هنا جنب المول. طيب نقعد مع بعض بقى ولو نص ساعه حتى. معلش احنا في بيننا وبين بعض يعني عيش وملح وليهم حق علينا، ولا نسيتي ايام الجامعه؟ سبعة خمسة. تمام سجلت رقم. مالك؟ مش مصدق عيني. اشمعنى؟ معقولة الصدفة الغريبة دي؟ نتقابل بعد أكتر من 10 سنين. مش بيقولوا الدنيا صغيرة؟ ايوه. انتي اتجوزتي صح؟ وعندي بوسبوس كمان. بوسبوس؟ بس انا عندها 7 سنين. على كده بقى مبسوطة في حياتك؟ جدا الحمد لله. وانت؟ انا ايه؟ اتجوزت؟ انا عمري ما نسيتك يا صافي. انتي فاكرة حبنا؟ انا لازم اقوم. لا تقومي ايه؟ ده انا ما صدقت لقيتك. ما هو ما ينفعش تقولي الكلام ده يا شادي. ما ينفعش ليه بس؟ انا مش فاهم ايه اللي حصل، فرقنا عن بعض بالشكل ده، مشكله تافهه زي دي تبعدنا عن بعض؟ ده موضوع وانتهى من زمان قوي، وانت دلوقتي لازم تحترم ان انا زوجه وام وبحب جوزي جدا كمان. وانا يعني عشان سالتك عن السبب ابقى مش محترم ان انت زوجه وام وبتحبي جوزك قوي كمان؟ سبب ايه؟ سبب نسيانك حبنا. ما تزعلش مني يا شادي، أنا بصراحة مش مصدقاك. اللي بينا ده كان حكاية قديمة وانتهت خلاص، كل واحد راح لحاله وكل شيء نصيب. ما تقنعنيش يعني إنك معطل حياتك طول الوقت ده عشان، بعدين أنت ما كنتش عارف إنك هتقابلني أصلا. إحنا اتقابلنا صدفة يا شادي. أنا ما قلتلكيش إن أنا معطل حياتي عشان، أنا عايش حياتي أهو. أنا قلتلك ما نسيتش حبنا. طب بعد إذنك بقى أنا هقوم. لا اقعدي بس اقعدي، يعني ناكل مع بعض حاجة كده في السريع. تاكلي إيه؟ لا آكل إيه؟ أنا مش جعانة. فاكرة الشاورما اللي كنا بناكلها أيام الجامعة؟ أنت بتفتكر حاجات غريبة أوي يا شادي. أنا محمد، والنبي بعت رقم الحساب بتاع هاني شكري لو سمحت. شكرا، مع السلامة. ما بترديش ليه يا صافي؟ غريبة يعني مش حوايدك. كان اسمه محمد عطية على ما اعتقد. ولا الدكتور احمد شلتوت اللي كان عنده لهجه فلاحي كده، الطالب اللي هيعدي من تحت ايدي ومش هيسقط. انت لسه فاكره معقوله؟ هي دي تتنسي. هاي هاي صافي، مش مصدقاكي. مين انت؟ كنتي معانا في الجامعه ولا ايه؟ مش فاكراني. هو احنا كنا مع بعض في الجامعه؟ انت افتكرت شادي وبس.
في علا، ما اهدي شوي. افتكرتك علا رشدي صح؟ برافو شطورة. افتكرتي لوحدك؟ طيب يا جماعة أنا مبسوطة قوي إن أنا قابلتكم النهاردة، أشوفكم على خير إن شاء الله. لا لا ما تقعدش، لو هتمشي عشان أنا جيت خلاص همشي وأسيبكم لوحدك. لوحدنا إيه؟ أنا أصلاً كنت ماشية. أنا اتأخرت جداً عن إذنكم. أنا مش فاهم أنت هتفضلي قلة الذوق كده لحد إمتى؟ والله؟ اتفضلي اقعدي وانا هجيلك دلوقتي. اقعدي. حبيبي يا صف، هو ترديش ليه كل ده؟ انا بشتري شويه طلبات للبيت ومروحه على طول. اتخضيت عليكي بس. طيب ماشي، خد بالك من نفسك بقى، امك راح يكلميني لو سمحت. حاضر. وانت كمان. اوكي يا حبيبتي. بقول لك ايه، هعمل لك مفاجاه النهارده. لا مش هقول لك طبعا، مش هتبقى مفاجاه، مش هقول لك حاجه دلوقتي، كفايه زن. ماشي يلا يا باي باي باي. يا صافي انا اسف جدا على اللي حصل. لا لا ما حصلش حاجه، حصل خير يعني. طب انا ما خدتش تليفونك. ما انا خدت رقمك وهبقى اكلمك يعني. طيب استاذنك ترني عليا عشان تليفونك لازم يبقى معايا. طيب انا مش عايزك تقلقي خالص، انا مش هتصل بيكي، بس أنا هكون مستني تليفونك عشان نكمل كلامنا، ومش عايزك تزعلي من علا خالص. لا لا عادي يعني، أنا فعلاً ما كنتش فاكراها، وبعدين ما أعرفش هي فهمت إيه أصلاً. هي ما بتفهمش أصلاً. أنتوا مخطوبين؟ لا مخطوبين إيه، هي آخرها معايا صحوبية، وبعدين إحنا مش مرتاحين مع بعض أصلاً. بصراحة الله يكون في عونك. مش كده؟ خلاص أنا هستنى تليفونك ضروري جداً. ماشي؟ آه إيه إيه؟ مالك في إيه؟ لا لا مفيش حاجة، أنا كويسة مفيش حاجة، عن إذنك. آه 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 مالك يا مدام؟ آه آه موجوعة أوي تعبانة. آه هتصل بالإسعاف؟ لا ربنا يخليك، أنا هكلم جوزي. آه مش قادرة. آه يا جماعة الحقونا 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 يا جماعة. صباح الخير. صباح النور يا نرمين. انا بعت لحضرتك الفاكس اللي حضرتك طلبته. ميرسي شكرا. اوكي انا اسف. نرمين. ايوه تعالي اقعد اقول لك على حاجه. اوكي بقول لك ايه، كنت عاوز اخد رايك في محل روح، عاوز اجيب هديه لمراتي عشان النهارده عيد ميلادها. هو في حاجات كتير، بس انت عايز تجيب لها ايه يعني؟ والله انا لو عليا عاوز اجيب لها الدنيا بحالها. ربنا يسعدكم. هو حضرتك من يومين كنت متضايق، وفي حاجة؟ يعني في مشاكل في البيت؟ لا الحمد لله. ليه بتقولي كده؟ كلمتك كتير على الواتساب ما ردتش. كان في حاجة مهمة عاوز اسألها؟ لا أنا بس كنت عايزة أطمن عليك. اه معلش، أصل أنا بروح البيت ببيت دلوقتي كله مراتي وبنتي، ولا برد على تليفونات ولا على الواتساب. ربنا يخليكوا لبعض. بس بلاش تقول الكلام ده لحد عشان الناس عينيها وحشة، ممكن تتحسدوا. مبقاش في حب لأي مين. عن إذنك.
خير يا دكتور؟ طمني. متقلقش، المدام جالها حالة تسمم وعمل لها غسيل معدة. ساعة إن شاء الله بكثير وتقدر تاخدها معاك وتروح. ألف شكر يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. شكرا، بعد إذنك. شكرا. اصل انت اغمى عليكي وتعبتي وانت في الباركنج. الدكاتره هنا قالوا ان انت عندك تسمم، بس الحمد لله عملوا لي غسيل معده والموضوع عدى وكله تمام. انا هنا من امتى؟ وانت عرفت ازاي يا شادي؟ السكيورتي اتصل بيا من موبايلك، قال لي الحق المدام، فطبعا جيت جري واتفاجئت بيكي. اه اكيد اتصل باخر رقم كان عندي على التليفون. هنا تليفوني فين؟ عايزه اكلم عمر، زمان قلقان عليا قوي. ما تقلقيش تليفونك معايا. يوه قطع شحن، انا اقدر اخرج امتى؟ انا لازم اروح، عمر اكيد قلقان قوي. الدكتور قال ممكن نخرج النهارده ان شاء الله. طب يلا يلا بينا، زمان عمر قلقان قوي. طب بس واحده واحده. حاضر، تعالي على الاقل من مهلك. الف مليون سلامه عليكي. يا رب كنت انا. بعد الشر عنك، تعبتك معايا يا شادي. يا ستي تعبتيني ايه؟ طب بس تعبيني على طول كده، بس اهم حاجه ما تبقيش تقلقيني عليكي. هتوصلني اخد عربيتي بعد اذنك. لا انت ما ينفعش تسوقي، انا اللي هوصلك. لا لا ملوش لزوم. افهميني بس، الموضوع بسيط. انا بعد ما جينا في عربيه الاسعاف انت دخلتي جوه واتاخرتي قوي مع الدكتور، انا اتوترت قلت اشغل نفسي في اي حاجه، فروحت جبت عربيتي وجيت. خلاص هوصلك يا صافي. لا مش هينفع توصلني لحد البيت، وصلني اخد عربيتي وبس. انا اقدر اسوق خلاص، بقيت كويسه. يا بنتي فهميني، انا لازم اوصلك عشان اطمن عليكي. ريحني معلش. طب بس يلا يلا يلا، على مهلك. بقول لك يا صافي، انت اكيد تعبانه واخده ادويه كتير، ايه رايك بقى نروح ناكل حاجه كده في السريع؟ لما اروح اكل ان شاء الله. لا تروحي ايه؟ انا لسه هستنى لما تروحي، ده انت ممكن يجيلك هبوط. اسمعي الكلام. لا 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 انا اتاخرت قوي يا شادي معلش، والنبي لازم اروح، زمانهم قلقانين عليا. طب ايه رايك لو رحنا كلنا بيتزا من اللي انت بتحبيها؟ خلاص الحمد لله، بجد مش قادره اصدقك. انت عشان خاطري كلها والله. شبعت يا عمر وحياتك. دي البيتزا اللي انت بتحبيها. ما بقاش في مكان في بطني. انت بنتي كلت لنفسك، كلي بقى شويه للبيبي. للبيبي؟ اه صحيح، ازاي احنا لحد دلوقتي ما اتفقناش هنسميها ايه؟ احنا قلنا هنسميها ليلى على اسم امي. ليلى حلوه اه بس قديم شويه، تيجي نسميها ليلي على الموضه يعني. ليلي الاسم المايع ده؟ لا طبعا، ده اسم زهره. طب نسميها زهره، بلدي قوي. طب نسميها كلها. انت بتهزر بقى. طب خلاص انت قاعده تسميها ايه؟ طب حاجه، بص انا بفكر في باساند وندلعها نقولها يا بوسبوس. حلو صح؟ حلو قوي، بس انت احلى. انا بحبك قوي يا عم بجد، مش عارفه لو ما كنتش قابلتك شكل حياتي كان هيبقى عامل ازاي. اكيد اكيد انا هيبقى احلى من كده بكتير. اخسى عليك بجد، اخسى عليك، اخسى عليك يا ابو بوسبوس. قولي هندخلها مدرسة ايه صحيح؟ هندخلها مدرسة ايه اصلا؟ هي لما تتم 5 6 سنين كده تعلميها انت شوية طبيخ، شوية كنس، شوية تريكو، وتبقى ست بيت شاطرة كده زي امها. يا سلام، لا انا بنتي لازم تتعلم احسن تعليم. طب خلاص ما تزعليش نفسك قوي كده. طب ادخلها فرنش طيب ولا ايه رايك؟ فرنش بقت موضة قديمة، دلوقتي الالماني اهم لغة بعد الانجليش. تفتكري؟ انا سارة صاحبتي مدخلها بنتها الماني. اه بس دي هنذاكر لها ازاي دي بالالماني؟ هنجيب لها مدرسين، او حتى يا سيدي نتعلم لها مخصوص. احنا لسه هنذاكر تاني، انت بتهرجي. ايه المشكلة يعني؟ المهم هي تتعلم كويس. انا معاكي في الكلام ده اوكي، بس يا رب بس يقبلوها بسهولة. وما يقبلوهاش ليه؟
دي بنت صافي هانم الانصاري. لا يا شيخ، يعني هي بنت نازج هانم الاستحضار يعني؟ مش ممكن، فظيعه. ها قلت ايه؟ ها لا لازم اروح عشان خاطر بسنت. ماشي.
صافي صافي، انت نمتي ولا ايه يا حبيبتي؟ مش جوه. يمكن يكون طلعت وقت يا بابي. تفتكري انت صح يا بسبوستي؟ ممكن تكون زيت عشان اتاخرنا عليها وطلعت فعلا. طب يعني نطلع نشوفها؟ يلا بينا حبيبتي. انا عايزه اروح المستشفى، عايزه اروح لشادي، انا عايزه اروح لشادي. بقاء لله يا مدام. هو جوزك كان؟ لا مش جوزي، ما كانش جوزي، ده مش جوزي. طبعا انت عارفه ان احنا محتاجين نعمل محضر. هو انت اللي كنت سايقه؟ لا مش انا اللي كنت سايقه، مش انا. ارجوكي تهدي شويه. طب اللي كان سايق ده يقرب لك. اللي كان سايق حبيبي تيتا. اهلا 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 يا عمر، اتفضل. ازيك يا رامي؟ ازيك حبيبي؟ يا عمر فين صافي؟ ايه ده، هي مش تحت؟ لا انا رحت جبت بسنت من المدرسه، وبعدين رحنا جبنا لها حاجات عشان عيد ميلادها، ورجعت البيت ما لقيتهاش. انا حتى كلمتها كذا مره بس تليفونها مقفول. غريبه دي، كلمتني الصبح وقالت لي انها راحت تجيب طلبات وراجعه على طول. القلق ده، انا كلمتها برضه الصبح كانت بتشتري حاجات فعلا، وما اعرفش عنها اي حاجه من ساعتها. الو، ايه خير يا فندم؟ ايه اللي حصل يا صافي؟ المدام كانت مع استاذ شادي كامل وقت الحادثه، بس للاسف هو توفى. شادي كامل مين؟ اصل عمر، انا نزلت اجيب طلبات للبيت زي ما قلت لك بالظبط، وبعدين قابلته صدفه والله، وبعد كده اغمى عليا. ايه الفيلم اللي انت بتقوليه ده؟ انت عايزه اصدق الكلمتين دول؟ ما تصدقش لي يا عمر، انت بتشك فيا ولا ايه؟ شادي كامل، مش ده حبيب القلب بتاع زمان؟ عمر براحتك يا صاحبي. براحتي ايه يا عمر؟ على فكره انت بتكلم مراتك مش صاحبتك. مراتي انت من النهارده مش هتشوفي وشي تاني، ولا انا ولا بنتك. Thank you.
انت ايه اللي جابك هنا؟ هو في ايه؟ انا فين؟ انا مش فاهم حاجه. هو فين عمر وبسن؟ وانت لابسه اسود ليه ماما؟ هو خالي جراله حاجه؟ ايه اللي جرالك يا بنتي؟ انت كانوا بيضربوا بيكي المثل في العقل في العيله كلها. ليه يا ماما بتقولي كده؟ دي حادثه انا ما كانش ليا ذنب فيها والله. احنا عارفين يا حبيبتي. عارفين ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. وانت ايه اللي جابك هنا؟ انا علا اختك. اختي؟ مش فاكراني؟ علا رشدي صح؟ برافو شطوره. افتكرتي لوحدك؟ انتوا بتهزروا ولا ايه؟ هو في ايه؟ انا فين بسنت وعمر؟ صبرني على ايه؟ عمر وبسنت عند اللي خلقهم يا بنتي. يعني ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. هو زعلان مني صح؟ لا انا ماليش ذنب والله. والله ما كانش ليا ذنب. يزعل مني ليه بس؟ هو بس انت فين؟ عمر وبس انت فين؟ صبري يا عمر. عايزة عمر. عايزة بنتي. عايزة عمر. في ايه بس يا حبيبتي؟ قولي لي. مفيش حاجة يا شيخ. اختك تعبانة شوية. والله يا دكتور من ساعة ما صحيت وهي قاعدة مساهمة كده. طب ازاي يا دكتور؟ اهو عدى شهرين على وفاة جوزها وبنتها وهي مش دريانة بحاجة. الصدمة كانت صعبة عليها قوي لفقدانها لأعز الناس ليها، فقررت تعيش حياتها في خيالها وكأن الحادثة ما حصلتش من الأساس، وطبعا ده بشكل إعراضي منها. طب والحل يا دكتور؟ هي هتاخد وقت شوية لحد ما تستوعب الواقع وهتبدأ تتعامل معاها بشكل طبيعي. حبيبتي يا بنتي.
حبيبتي انتي لازم تاخدي الدواء وتاكلي كويس عشان نروح بيتنا بقى. مش قادرة يا ماما. عشان خاطر دي بس، دي بس يا صافي. الحمد لله الحمد لله. انتي عارفة يا صافي، في ناس كتير قوي عايزة تيجي تسلم عليكي وتطمن عليكي، بس انا قلت لهم لا، استنوا لما تروح بيتها وتعالوا تطمنوا عليها. الناس كلها بتحبك يا صافي. الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي. حبيبتي انا حاسه باللي فيكي وعارفه انت بتفكري في ايه، بس ده قدر ربنا يا صافي واحنا لازم نرضى بيه يا حبيبتي. الحمد لله شايفاكي النهارده احسن يا مدام صافي، والا ما كانش الدكتور سمح لك بزيارات. ايه بقى مش عايزين ناخد الدواء ليه؟ مش انتي بتقولي ان انا اتحسنت؟ ماشي، بس مفيش غنى عن الدواء. شكرا يا عم عبدو. ألف حمد لله على سلامتك يا مراد بيه. الله يسلمك. وحضرتك مطول هنا قاعد كتير يعني؟ لا، هم أسبوعين وراجع على طول. أنا خلاص يا عم عبدو تعودت على العيشة هناك. جايزة سعيدة يا مليونير. وأنت طيب يا عم عبدو. الله يخليك. بقول لك إيه؟ شوف لي حد بقى ينظف الشقة دي. حاضر. خلي الفلوس دي معاك. وأنا نازل هسيب لك المفتاح عشان اللي ينظف ينظف براحته. ماشي، حاضر، حاضر عليك. كاميليا
معقولة؟ طيب نفسي اطمن على الست دي. ايه؟ حبيبي وحشني قوي. وانت كمان يا سامي عامل ايه؟ ليك وحشه يا راجل. وانت كمان اخبارك ايه؟ جيت امتى؟ لسه جاي حالا اهو من شويه. حرام عليك، بقى انا اعرف من عم عبده البواب ما اعرفش منك. معلش والله جيت فجاه، اصل تعالى تعالى خش تعالى. لا 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 انا رايح على شغلي، هتعمل لي جيزه حالا. يا عم شغل مين؟ تعالى بس تعالى هشوفك بالليل. خلاص طيب طيب ماشي. بقول لك ايه سامي، فاكر ابله كاميليا؟ قصدك ابله فاهيتا بتاعت يسوسو؟ يا عم فاهيتا مين؟ امال ايه؟ أبلة كاميليا، أبلة كاميليا اللي كانت بتدينا انجليش زمان في اعدادي وابتدائي. يا لهوي ده انت قديم قوي. طبعا فاكرها، زمانها ماتت، عايز منها ايه دلوقتي؟ يا ساتر يا رب. لا اصلي شفت مرتها بالصدفه فكلمتها محدش رد، قلت اسال عليها يعني. مش فاكر ساكنه فين؟ فاكر طبعا، لان بيتها البيت اللي جنب اختي لازقه. البيت اللي جنب اختك؟ يا اختك ساكنه فين؟ عارف بتاع العصير القصب اللي تحت؟ ما تشربش. لا والله ساكنين فين بجد. عندك ورقه وقلم هكتب لك. يبقى تعالى بقى تعالى، شكلي هترفد على ايدي. لا لا تعالى. اتفضل يا اخويا اتفضل. يا ابني يا ابني، العنوان اللي انت كاتبه لي ده مضروب ولا ايه؟ مش لاقي العماره. طب بقول لك ايه، مفيش حاجه مشهوره جنبيها، محل مشهور، اي حاجه؟ دخلت يمين. على طول. تمام ماشي على طول. تحتيها ايه؟ ماشي. طيب ماشي ماشي. خلص واكلمك. ماشي يا معلم. سلام. كاميليا، مين حضرتك؟ أنا مراد. مراد مين؟ مراد الريدي. كنت أشقى طالب عندك في أولى تاني، مش فاكراني؟ عشان القطط. حاضر حاضر. يا خبر يا مراد. مراد. معقولة؟ والله ما أنا مصدقة نفسي. إيه ده؟ ده أنا كأني بحلم. ياه كبرت يا ولد. هو زمن برضو قبل. تشرب إيه يا حبيبي؟ ولا أي حاجة، أنا مش عايزة أتعبك. بص بقى، أنا هشرب قهوة أعمل لك معايا. والله انا قهوتي مظبوطه بس مش عايزه اتعبك. لا ابدا يا حبيبي.
لا محتاجة ونش. انت ونش. يلا انت الونش. ياني يا خبر ابيض. ازيك يا مراد؟ والله وانا مصدقة يا ربي. يا كبرت اوي يا ابله كاميليا. الحمد لله الحمد لله. شاطره يا كاميليا شاطره. ياه يا مراد كبرت ما شاء الله. السنين بتجري يا ربي. طب ده انت كبرتي انت كمان بقى يا كاميليا. برافو عليك يا كاميليا. برافو عليكي. بني الجميل الحمد لله ما بيعليش الضغط. كل واحد يا ربي. الحمد لله يا رب. الحمد لله كله حلو. شطوره. عنك يا ابله. عنك عنك عنك. معقوله معقوله القمر يشيل الصينيه بنفسه؟ طول عمرك شقي. والله فيك الخير يا مراد. والله زمان يا ابني. وشمعنى انا بقى اللي افتكرتني؟ عشان حضرتك كنت احن مدرسه في المدرسه كلها. وانت كنت اشقى ولد في المدرسه دي كلها. قولي بقى بتشتغل ايه دلوقتي؟ والله انا مهندس بترول بقالي 10 سنين بشتغل في الكويت ولسه نازل اجازه النهارده. ما شاء الله. عال عال. واتجوزت وخلفت؟ اتجوزت 5 سنين وبعدين انفصلت وللاسف ما جبتش اولاد. يا سيدي لسه العمر قدامك طويل. بكره تتجوز وتخلف وتتهنى. المهم طمنيني انت عامله ايه واخبارك ايه؟ انا زي ما انا. ما فيش جديد كل يوم زي اللي قبله. الجديد الوحيد في حياتي هي الاخبار اللي مش بلحق اعرفها من كتر سرعتها. هما ولاد حضرتك عايشين معاكي هنا؟ لا انا عايشه لوحدي من ساعه وفاه المرحوم هاني. واخد شهاده سياسه واقتصاد واتجوز وسافر بره عشان شغل. طبعا نهى بقى محاميه وعندها عيلين ربنا يعينها عليهم. اما كريم فبيشتغل في دبي. يعني كده مفيش غير مدام نهى بنت حضرتك هي اللي بتسال عليكي؟ يعني مش بالظبط كل فين وفين كده. يعني في عيد الام مره في العيد الكبير برضو مره. يعني وده بيبقى بالتليفون طبعا. انا حتى ما جبتش موبايل مش بعرف استعمله. مين يشوف طلباتك احتياجاتك؟ صفاء بنت الجيران في الشقه اللي جنبنا. يا رب ربنا يكرمها بابن الحلال يا رب. هي اللي بتاخد اول الشهر الكارت بتاعي ده اللي اسمه اي تي ام. هو ده. وبتقبض لي المعاش بتاعي وتجيب لي ادويتي. وفي واحده كنت مربياها زمان بتجيني تنظف البيت كل اسبوع وتعمل لي اكلتين والله بيكفوني الاسبوع كله. الحمد لله الحمد لله يا رب.
طيب ابله كاميليا، لو احتجت اي حاجه انا موجود اعملها لك. كتر خيرك يا حبيبي، كلك ذوق، كفايه انك افتكرتني. انا جايب لك معايا بقى شوكليت، بس ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه؟ لا هاخد على كده. لا لا لا، حكايه الحلوه دي رب تعجبك. بس اكيد ما دام انت اللي جايبها. اتفضل. ايه رايك؟ الله، حلوه بشكل. ممكن كمان واحده؟ طبعا اتفضلي. اقول لك دي هشيلها كلها بعد كده، ولا اقول لك هاخد منها حته واشيل الباقي؟ العلبه كلها موجوده كمان. الله، بتريح الاعصاب. طبعا. اشرب انت القهوه بقى. اوكي اتفضل. لا حبيبي، خلي بالك خلي بالك خلي بالك. سوري سوري. لا لا ولا يهمك ولا يهمك. انا اسفه. ولا يهمك ولا انا اسفه. ولا يهمك. هعمل لك غيرها. لا لا خلاص خلاص خلاص، اكني شربتها خلاص. لا ما يصحش، لحظه واحده. طب بتحبي اجي معاكي؟ لا انا اسفه انا اسفه انا اسفه. أنا دي صورتي قبل كاميليا، واحنا في تانية أول. وحضرتك واقفة أهو، كنت زي القمر ولا زلت طبعا، يعني زي القمر. ودي قبل ميرفت مش كده؟ كانت بتضربني ضربة قبل ميرفت دي، ربنا يسامحها. يا أستاذ محسن بتاع العربي، مش هو ده الأستاذ محسن؟ قبل كاميليا كاميليا. ايه ده؟ يا ساتر يا رب. قبل كاميليا مالك؟ في ايه؟ قبل كاميليا مالك؟ ردي عليا. يا ساتر. قبل كاميليا ردي عليا. خير، طمني في ايه؟ ما تقلقش، كل الحكايه كريزة سكر شديده شويه، من الواضح ان الحاجه مش ماشيه على نظام انسولين مظبوط. هي انا ما اعرفش حكايه السكر دي، انا اصلي كنت مسافر بره ولسه راجع النهارده. طب امال اخواتك فين؟ هي عايشه لوحدها؟ تقريبا كده. لا ما ينفعش خالص، لازم يكون حد عايش معاها ياخد باله من اكلها ونظام علاجها. الكريزة دي لو كانت جات لها وانت مش معاها لا قدر الله كانت قضت عليها، بس الحمد لله ربنا قدر ولطف. يا ساتر يا رب، الحمد لله. طب يا دكتور، هي ممكن ترجع بيتها دلوقتي؟ طبعا ممكن ترجع. طيب انا هدفع الحساب في الخزنه واجي اخدها على طول. اتفضل. شكرا. مع الف سلامه. مساء الخير. مساء النور. ممكن ادفع بالفيزا؟ لا والله بنتعامل كاش.
اتفضل. مظبوطين؟ تمام. نورتي بيتك يا ست الكل. ربنا يخليك لي يا حبيبي. كلك زود. تعبتك معايا. لا لا ما تقوليش كده. لا تعبتيني ولا حاجة، اتفضلي. قولي لي بقى. انت ما بتاخديش الدواء بانتظام ليه؟ لا باخده بانتظام. هو بس يمكن سوهي عليا النهارده. يبقى أكيد بقى الشوكولاتة اللي أنا جبتها هي السبب. هي فين؟ لا. خلاص. من النهارده في نظام للاكل وللدواء. بعد اذن حضرتك انا عايز تليفون نهى بنت حضرتك عشان اكلمها. هو مين اللي فتح الغطا بتاع البيانو ده؟ انا كنت بلندن عليه كده لحن من ايام المدرسه. ممكن تليفون نهى بنت حضرتك؟ ملوش لزوم، عندها بيتها وحياتها وولادها، ربنا يسهل لها. طيب انا مضطر امشي دلوقتي، انا اصلي بقالي تقريبا يومين ما نمتش. طب ما تنام هنا، الاوض كتير وانا لوحدي. لا مش هينفع، عشان شنطي في البيت حتى تقريبا لسه ما فتحتهاش. خلاص اللي يريحك. انت مش محتاجه اي حاجه؟ ربنا يخليك، كفايه انك بتسال عليا. بعد اذنك. ألف سلام عليك. ما يسلمك يا حبيبي. خد تاكل ده كمان وانت تاكل ده. اتفضل يا حبيبي. سامحيني. على فكرة نو. أنا بكرة هروح أجيب ماما عشان تعيش معانا هنا في وسطنا بقى. نعم. ماما تقيلي تيجي تعيش في وسطنا بقى ان شاء الله. فيها ايه دي؟ مش فاهم. اسيبها تعيش لوحدها يعني، وخصوصا بعد ما احمد اتجوز؟ البيت فاضي عليها. وانا مالي؟ انا مالي احمد اتجوز ولا ما اتجوزش؟ انا مالي اللي انت مالك ده؟ بالراحه العيال قاعدين، وبعدين دمي يا سيدي امك على عيني وعلى راسي، بس انت اديك شايف العيال وطلبات البيت والشغل، وانت تجيب لي امك كمان؟ يا نهى اهدي بالراحه، مش كده. أسيبها تتعب مثلا في مرة، ولا لا قدر الله تموت ومحدش يحس بيها؟ يا سيدي الأمر بيد الله، يعني هي لو جت هنا مش هتموت. فلله ولا فالك يا شيخة. أنا أقصد يعني أنت بتزورها كل يوم، ده غير التليفونات اللي عمالة على بطال. خلاص يعني كفاية قوي كده. بقولك إيه؟ اقفل الموضوع ده خلاص، وبعدين بقولك أمي هي جارتي. سديتي نفس الواحد يا شيخ. أنا عايشة لوحدي من ساعة وفاة المرحوم هاني، واخد شهادة سياسة واقتصاد، واتجوز وسافر بره عشان شغل. طبعا نهى بقى محامية وعندها عيلين ربنا يعينها عليهم. أما كريم فبيشتغل في دبي. كل فين وفين كده يعني، في عيد الأم مرة، في العيد الكبير برضو مرة. صفاء بنت الجيران في الشقة اللي جنبنا هي اللي بتقبض لي المعاش بتاعي وتجيب لي أدويتي. قفشتك يا هراب. ايه عم عمال اكلمك تليفونك مقفول، بخبط مفيش حد جوه. اعمل لي نسخه احتياطي ليا ادخل واخرج زي ما انا عايز. معلش اصل انا رقمي القديم لغيته وجبت رقم جديد خالص، وبعدين بقالي 3 ايام ما نمتش، هموت وانام. لا لا الف سلام عليك، يلا افتح ندخل مع بعض. ندخل فين؟ بقول لك تعبان وما نمتش بقالي 3 ايام. يا عم في ايه؟ طارق زمانه جاي دلوقتي، وبعدين طارق وانا ودينا عيالنا ومراتاتنا عند امهم، يعني
سارة صباحي يا معلم. صباحي مين يا عم سامي وطارق مين؟ بقول لك تعبان ما نمتش بقالي 3 ايام، سيبوني بقى. يا سيدي احنا هنلعب وانت نام جوه، ايه المشكلة؟ الله انت مصمم برضو؟ ايوه طبعا هدخل. خلاص انتوا حرين هنام منكم. نام يا سيدي براحتك، ام اللحمية اللي قرفني بيها وانت صغير. انت زنان زن. افتح افتح. اقفل وراك بقى. ايوه. عشان كده مش شايف. طبعا ابقى مش شايف. الحمد لله. يا خسارتك يا كاميليا في العجز. والله كنت حلوه. يلا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يا يا هالدنيا يا رب. الحمد لله الحمد لله. والله انا في نعمه. الحمد لله الحمد لله يا رب. يا كفايه كفايه يا ربي كفايه. الحمد لله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله زمان يا مراد وحشتنا وحشتنا ايامك الحلوه. بس بقول لك ايه، انت حلويت كده وبقيت مز وشعرك طلع. لا والله وانت شعرك وقع بقيت شكلك غريب. راحت فين القصه اللي كانت بتطير على وشك دي؟ راحت مع هوا البحر يا اخويا. الله يرحمها. انت عدام يا ابني، احنا بقالنا كتير ما شفناكش. اعمل ايه بس يا طارق؟ مش قادر، بقالي 36 ساعه صاحي.
وقلت لسامي يخلي السهره دي لحد بكره ومش عايز. ما احنا هنسهر برضه بكره. ايه يا عم 10 سنين غربه من غير اجازه واحده تتعوض طبعا. 10 سنين في الكويت وداخل علينا بايد ورا وايد قدام، ده انت بخيل قوي يا راجل. يا عم بخيل ايه؟ بقول لك تعبان، انا ما لحقتش حتى افتح الشنط. تعبان تعبان. طب ما افتحش الشنط خلاص نقلبه. حلو البدله دي، ما تجيبها. انا الساعه عجباني قوي. ما نشوف بقى لما يفتح الشنط هيطلع لنا ايه. طب سيبه العب اللي بلعب. لا مش كده يا عم، العب عدل. ايه؟ ما انا بلعب صح اهو. جارسي ادي الجار وادي السي. حلاوتك دربي. ماشي يا اخو. ايه ده؟ ده نام يلا. تيجي نسيبه ونمشي؟ طب اقول لك حاجه. ايه؟ تيجي نعمل له قرطاس ونحطها في رجله زي زمان؟ والله حلو. لا يا راجل. امال ايه؟ ده كبار. بص تسيبه ينام خلاص ونفتح احنا الشنط نقلبها. اه والله. في الشر ها؟ يلا يلا قوم على البيت. يلا سيبه. مراد يا لهوي. يلا يا عم. يلا يا عم. Thank you.
طيب طيب. يا عم طيب. الباب والحيط مالك؟ ايه ما كنتش بتنام في الكويت ولا ايه؟ عم تعبان تعبان. بعوض بعوض الثلاث ايام اللي كنت صحيهم دول. الساعه كام دلوقتي؟ ساعه ايه يا ابني؟ انت بقالك يومين نايم. ايوه يومين نايم عشان تعبان، وكان بقالي قبليها ثلاث ايام صاحي، وده برضو ما يمنعش اني اسالك الساعه كام دلوقتي. الساعه 8 مراد. مش هتوريني الهديه بتاعتي بقى؟ وانا ما بقتش لوحدي، انا معايا مراتي وفي رقبتي خمس عيال كلهم بيقولوا لي عمو مراد عمو مراد. يلا بقى هات الهديه. يا عم بير الحرمان اللي انت عايش فيه ده. حاضر حاضر، بس افوق وافتح الشنط واجيب لك الهديه بتاعتك وبتاعت العيال كمان، بس انا عندي مشوار مهم لازم اروحه دلوقتي حالا. مشوار ايه يا عم؟ انت لسه جاي من السفر. ماشي يا ابو المشاوير يا بتاع الخليج، انت اللي كلك فلوس. بقول لك ايه؟ خلص مشوارك وانا حستناك فوق. ها انا بكره واخد اجازه مرضي عشان عيونك يا ابو الفلوس انت. ماشي يا عم الفايق. يلا سلام سلام. خبر ابيض، نمت نوم. الصفاء. ايوه انا مراد، مراد التلميذ ابله كاميليا. اهلا وسهلا. معلش انا اسف اني ازعجت حضرتك، بس بخبط عليها بقالي فتره ما بتفتحش. هي خرجت ولا حاجه؟ والله ما عنديش فكره، بس لحظه واحده انا معايا مفتاح. لبنتها مثلا؟ ما بتخرجش لوحدها خالص، ولو عايزه اي حاجه بتخبط عليا. نهى قالت لها 100 مره تجيب لها موبايل عشان تعرف تطمن عليها وهي رافضه. طبعا اذنك اروح اجيب الموبايل اكلم نهى عشان اطمن. اوكي طيب. سامي ايه الاخبار؟ لا انا تمام الحمد لله. لا يا عم النهارده صعب قوي، عندي مشوار كده. لا صعب صعب مش هينفع. ماشي لو خلصت بدري هكلمك. ماشي سلم لي عليك. اوكي سلام. المستشفى اخر الشارع يا اسطى. طب معلش انا اسف، بص ثاني يعني اتاكدي بس. لا والله مفيش حد دخل عندنا بالاسم ده. خير؟ اه
خير يا استاذ؟ في حاجه تاني ولا ايه؟ لا لا دكتور، ده انا كنت جاي بسال على حاجه في المستشفى وماشي على طول. واخبار صحه الحاجه ايه؟ الحاجه تمام زي الفل زي الفل. خدوا بالكم منها كويس، هي الخير والبركه. اه طبعا طبعا، ما تقلقش، ربنا يشفيها ان شاء الله. شكرا ليك. الو، ايه يا استاذ فوزي، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا ملف القضيه قدام اهو. انا مش عايزاك تقلق خالص، مبدئيا دفوع القضيه خلاص منتهيه، والاجراءات خلاص احنا طعمنا فيها، يعني القضيه ان شاء الله في صالحنا. اطمن خالص. بس ما تبقاش تنسى الاتعاب. اوكي. لا انا حبيت اطمنك. لا ما تقلقش. اوكي، سلام، باي باي. الو، صفاء مين يا ستي؟ حضرتك اتصلت بيا 3 مرات قبل كده، وكل مره اقول لك ما جاتش. وارجوكي لو سمحتي بلاش تتصلي بيا متاخر كده تاني، ارجوكي. سلام، مش ممكن. عليها فين تاني؟ ربنا يستر بقى، ما نكونش حصل لها حاجة. ربنا يستر. بزعك حضرتك، بس بدور على ابله كاميليا من امبارح مش لاقيها، لا في الشوارع ولا في المستشفيات. حضرتك كلمتي مدام نهى بنتها؟ انا كلمتها كذا مره وبرده ما تعرفش عنها حاجه. انا قلقانه عليها قوي. هتكون راحت فين من امبارح؟ بس على العموم انا معايا رقم حضرتك، اول ما اعرف اي حاجه هكلمك على طول. شكرا قوي. طيب ممكن تليفون بنتها وعنوانها؟ هقطعك. قطع بينا. العب يا حبيبي العب. دوش دش ايه؟ شيش جار. ده انا اتعميت باين. شيل سه. اهي. شيش جار تاني. شيش جار. مالك يا عم مراد؟ شايل طاقة ستك ليه؟ انا مش فاهم. نوم وسبناك تنام، فوق بقى معانا يا اخي. شكله بقى دمه تقيل قوي. قوي. عارف ليه؟ عشان مشقرع زي ده. حلوه الحمد لله اني مش هقرع زيكم ولا بكرش زي الافندي ده. كرش مين يا ابني؟ ده انا مولود كده اساسا. مولود كده؟ خليكوا في الطاوله والشيشه والغرزه اللي انتوا عاملينها دي. ايوه مين؟ صفاء. ايوه، عرفتي مكانها فين؟ والقفل والبيت
The future's not ours to see. Kasara, sara, what will be? ماما كمال لك، كان في واحد بيسأل عليكي بره، بيقول ان هو عايز يزورك. هاني ولا كريم؟ ما قاليش. انا مراد يا ابا كمال. معلش معلش، انا اسف اني اتاخرت عليكي. أصلي فضلت نايم يومين وأول ما صحيت وعرفت إنك هنا جيت على طول، معلش. يا حبيبي كتر خيرك إنك بتسأل عليا. إذا كان ولادي اللي ضيعت عمري عليهم ما بيعملوهاش. معلش معلش، بس أنت بتعملي إيه هنا؟ تعالي عيشي معايا، أنا هشيلك جوه عينيا، هخدمك وأنفذ لك كل طلباتك. وانا خلاص مش هسافر تاني، هفضل في مصر. حبيبي انا مش عايزة ابقى عبء عليك ولا على اي حد. انا هنا مرتاحة، هنا هلاقي اللي يخدمني وياخد باله من علاجي واكلي وشربي. ان شاء الله إن شاء الله هتعود على المكان هنا ولاقي الصحبة اللي تأنسني في آخر أيامي. إن شاء الله. هسيبك دلوقتي و هرجع لك تاني، بس ان شاء الله هتمشي من هنا. ان شاء الله. انا ان شاء الله مش هخليك تحتاجي حاجه خالص. ان شاء الله. السلام عليك يا ماما. عاوز اشوف مراد قبل ما اموت، اتصلوا لي بيه، عاوز اشوفه. حاضر. الف سلام عليك يا ماما. حاضر. تسلمي بسرعه. حاضر حاضر. ثواني اتصل لك يا ماما. حاضر. الو. ايوه مدام نهى، انا مراد الريد. مدام نهى، اللي بيحصل ده ما ينفعش. مامتك حالتها زي الزفت، نفسيتها في الارض. مفيش حد فيكم فكر يسال عليها، ما ينفعش كده. نعم. هو مين حضرتك اصلا؟ والمفروض يعني انا اعمل لك ايه؟ طب يا ست اعتبريها مش والدتك، اسالي عليها من باب الصدقه، من باب الثواب لوجه الله. وانت مالك انت؟ اعمل
ثواب ولا اعمل ذنب؟ انت مالك؟ تطلع مين انت اصلا؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي يا مدام نوها. هي كلمه واحده، لو ما حدش راح خد الست دي انا هروح واخدها تعيش معايا. انا مش هسيبها مرميه لحد ما تموت. والله طب اقول لك ايه بقى، حسك عينك تتصل على الرقم ده تاني، والا هوديك في 60 داهيه، واكيد طبعا انت عارف ان انا محاميه، فاهم ولا لا؟ يا استاذه، وفي حد طايق جلده اللي عليه لما يطيق امه؟ لا لا لا، مش مصدق، الناس بقت بشعه. بي انا مش عايزه ابقى عبء عليك ولا على اي حد، انا هنا مرتاحه، هنا هلاقي اللي يخدمني وياخد باله من علاجي واكلي وشربي، ان شاء الله هتعود على المكان هنا والاقي الصحبه اللي تونسني في اخر ايامي. داعي تتعب، عارف يا مرات أنا كان نفسي أموت في بيتي على سريري أو على الأقل عند حد من ولادي، خصوصاً نوها هي طول عمرها أقرب واحدة ليا. غير السلطان، البنوتة الوحيدة
أنا مش عايزة أموت في الدار هنا، مش عايزة. بعد الشر عليك يا أمي، ما تقوليش كده. هي أكيد أكيد لما تعرف إنك هنا هتيجي، أكيد هتيجي مش هتسيبك. يا رب. تقلقيش يا أمي، أنا هفضل وراه لحد ما تجيلك، تقلقيش. السيدة ولاء إبراهيم محمد، مش كده؟ إن شاء الله. طيب، أحب أعرف بقى إيه مشكلتك؟ أنا جاية أرفع قضية خلع على جوزي. واضح عندي جداً إن أنت جاية ترفع قضية خلع، بس أنا محتاجة أعرف معلومات أكتر، يعني مثلاً ما بيعاشركيش، بيضربك، ما بصرفش عليكي، إيه الأسباب؟ لا ولا أي حاجة من دي، هو بس رافض إن والدتي تعيش معايا بعد وفاة والدي، وهي طبعاً ملهاش غيري، وانا بنتها الوحيده، يرضيكي يا استاذه ان انا ارميها في الشارع ولا اعمل ايه؟ قولي لي اعمل ايه وانا اعمله. لا الحقيقه ما عندنيش طبعا، بس هي اكيد في حلول تانية غير الطلاق والخلع. زي ايه يا استاذه؟ ودي دار المسنين، يعني انا شايفه ان في دار المسنين بتبقى رعايه كويسه جدا، ممكن تطمني عليها وما تخربيش بيتك. ارميها في الشارع؟ ارمي امي في الشارع عشان ارضي جوزي؟ اوديها دار مسنين؟ الظاهر حضرتك ان والدتك متوفيه، فعشان كده انت بتقولي لي كده. لو انت مكاني هتوديها دار مسنين؟ هتودي والدتك دار مسنين؟ لا لو سمحتي حضرتك مالكيش دعوه بيها خالص، خلينا في الموضوع بتاعنا. اوكي، انت عايزه تعملي خلع مش كده؟ ايوه. اوكي نعمل خلع. اوكي، عشان خاطري ما تزعليش نفسك، ولا طول النهار معاكي مسلياكي اهو، ولا انا مش عاجباكي؟ لا ازاي، عشان خاطري اضحكي، عشان خاطري. ها ماماتي الحلوين عاملين ايه؟ صدقي انا من يوم ما جيت هنا وانا حاسه انك نهى بنتي بالظبط. ربنا يخليكي ليا يا ماما، ده شرف كبير قوي ليا. لا يا حبيبتي، ده انت يمكن احسن كمان، انت حنينه قوي يا بيرو. يا ترى انت حنينه كده مع والدتك في البيت؟ طبعا، هو انا ليا بركه في الدنيا اللي هي امي وانتي كمان امي، ربنا اللي يعلم اللي في القلوب. ربنا يبارك لك فيها ويخليها لك يا حبيبتي، وتتجوزي وتفرحي قلبها. امين يا رب. ايوه والنبي يا ماما، ركزي على الدعوه دي وافضلي قوليها كتير. ويلا بينا بقى عشان اتاخرنا على ميعاد النوم وعلى ميعاد الحقنه بتاعتك. بس من غير وجع زي المره اللي فاتت. من غير وجع طبعا، هو انا اقدر اوجع احلى ماما في الدنيا؟ والنبي يا عبير، ما جاش جواب ولا تليفون في الاداره من ابني؟ والله يا ماما مش عارفه، بس تقريبا لحد دلوقتي مفيش ولا جواب وصل. وعلى العموم هسال تاني واتاكد لك، لو في اي حاجه وصلت هاجي اقول لك بنفسي. كتر خيرك يا بنتي، ربنا ما يحرمناش من ابتسامتك الحلوه دي. ولا يحرمني منكم، ربنا يخليكوا ليا يا رب. يلا بقى عشان اتاخرنا وعشان الجو برد. يلا تعالوا معايا. يلا يا ماما، يلا يا حبيبتي. يا حسن، عملت الهوم ورك؟ وريني كده. يا نهارك اسود، ايه ده؟ انت عمال تلون يا اخي، حرام عليك، مش كفايه عليا اخواتك؟ ده انتوا قرفتوني. انت اللي قرفتيني بقى كده يا حسن، بتقولي قرفتيني؟ طب ايه رايك بقى ان انا هنادي ابوك علشان يعاقبك على الكلمه دي؟ وانا هوديكي انت وهو دار المسنين واحبسكوا بالمفتاح. دار المسنين؟ انت جبت الكلمه دي منين يا حسن؟ سمعتك وانت بتتكلمي على تيتا اللي هي في دار المسنين، وانا لما اكبر هوديك معاها. بسم الله. الشفا. تسلم ايدك يا جاسر يا ابني، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا رب. ربنا يخليك يا رب ويديك الصحه، يا نورت الدنيا كلها. ربنا يخليك يا ابني يا رب ويسعدك. امين يا رب. بص يا ام، أنا كاتب لك على الدواء كل معاك، ده قبل الغداء، ده قبل العشاء. ما تغلطيش بقى زي المرة اللي فاتت. حاضر. ماشي؟ ولازم تاكلي قبل الدواء يا ماما. حاضر يا ماما. يلا كل ياسين بقى.
قول عشان تدخل تنام انت كمان، انت جاي تعبان من نادي جاسر. ايوه عايزاك. حاضر جاي. قول يا حبيبه يلا دلوقتي. حاضر يا نوع. قلت جاي. كل الزبادي يا امي على ما اجي. ماشي حاضر. ناقصاها هي دي كمان. عديدة دي فيها. ايه يا نوع في ايه؟ عايزه حاجه؟ ممكن اعرف الست الوالده قاعده حضرتك معانا لحد امتى ان شاء الله؟ انا امي هتفضل معانا هنا على طول زي ما انا قايل لك قبل كده. يا سلام انت بتغصني؟ تحس غصني يا راجل انت؟ يعني ايه قاعده معانا على طول؟ ما عندها بيتها وعندها اولادها التانيين. لما تزهق من هنا وتحب تروح لاولادها التانيين تبقى تروح بكيفها وترجع هنا تاني. ما هو ده بيتها، بيت ابنها. لا والله بيتها وبيت ابنها ده شغل استنطاع، شغل شحاته. شوفي حس كأنك اسمعي تتكلمي في الموضوع ده تاني. انا مش جاحد ولا ميت القلب زيك. عايز انا اروح ارمي امي في دار مسنين زي ما عملت مع عمك؟ حسك عينك. وده اخر انذار ليكي، فاهمه ولا لا؟ امي دي اللي كبرتني وعلمتني وخلتني راجل، فاهمه ولا لا؟ وانا هوديكي انتي وهو دار المسنين واحبسكوا بالمفتاح. مين حضرتك؟ انا مراد الريدي يا مدام نهى. مش همشي من هنا لو انت معايا. لازم تيجي تشوفي والدتك. عايزه اتكلم مع جوزك. اتكلم. لا لا استنى خلاص، انا هغير هدومي واجي معاك على طول. انا هستناكي تحت. عايزة حاجة من الدنيا بعد كده. يلا بينا يا ماما يلا. على فين؟ هاخدك تعيشي معايا في البيت. وهنا ماله؟ أنا مبسوطة هنا ومالي يا صحاب وعندي بنت كمان اسمها عبير. لا يا ماما لا، أنت ما عندكيش بنات هنا غيري. سامعني؟ أنا بنتك الوحيدة. يلا يا ماما هتيجي تعيشي، انا مش هسيبك تعيشي هنا تاني ابدا. مش هسيبك حبيبتي. ما تقلقيش عليا، انا كويسه وخلاص اتاقلمت على العيشه هنا. مش عايزه اطور بنتك حياتك. انت عندك بيتك وعيالك وجوزك وشغلك، ما تجيش ناقصه عبء جديد عليكي. لا يا ماما انت عمرك ما هتبقى عبء عليا صدقيني. قول لها حاجه يا مراد. بأمي انت مش كنت عايزه تعيش عند نهى؟ هي جات لك لحد عندك اهي. كنت بس دلوقتي خلاص. بس ما تنسينيش يعني. تعالي زوريني كل ما ظروفك تسمح.
هاجيلك يا بابا هاجيلك. انا مش هسيبك ابدا تاني. بس خلاص 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 اللي يريحك يا ماما. انا هسيبك براحتك بس انا مش هزورك تاني على طول. خلي بالك من نفسك. أحمدك يا رب، أحمدك وأشكر فضلك يا رب، أحمدك.